السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرة لقسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. ارتاء القائمون على هذا القسم أن يكون عنوان هذه المحاضرة القنوات الإسلامية الواقع والمستقبل. نتناول فيها موضوعا مهما مساحته تمتد إلى كل بيت وكل فرد من أفراد المجتمع، فما أحوجنا اليوم أن نجد مساحة تهمنا بين تقاطعات القنوات التي تهتم كل منها بوجهة تختلف عن الأخرى، وما أحسن أن نجد عند مقترباتها منصة تطلع بما نهتم به. ولكن، والسؤال ما بعد لكن متشعب متعدد، فما هي هذه القنوات الإسلامية وماذا تقدم؟ وكيف لنا أن نستشف من برامجها ولقاءاتها ما يساعدنا على السير بين مشتبكات التوجهات؟ هل استطاعت هذه القنوات أن تقدم مادة تلفت إليها الأنظار؟ وهل استطاعت هذه القنوات أن تقدم الحاضر بنكهة الماضي؟ أم أنها تريد تقديم الحاضر والمستقبل برؤية رصينة تستضيء بإضاءات الماضي؟ السؤال الدارج في طرح الرؤى والأفكار: من نحن وماذا نريد؟ ولكننا اليوم في إطار هذه المحاضرة عن القنوات الإسلامية نقول فيه من هي وماذا تريد؟ عن هذه الأسئلة، عن الماهية والمضمون، عن المرسل والمرسل إليه، عن واقع هذه القنوات ومستقبلها، يحدثنا ضيفنا وضيفكم الأستاذ هاشم كفاوين، وهو معد برامج وكاتب درامي ومدرب معتمد في الأداء الصوتي وصاحب التعليقات الصوتية الرخيمة التي تمنح النصوص حياة مسموعة تطرب لها الآذان وتأنس بها النفوس. الأستاذ كفاوين شخصية معروفة تستضيفه الفضائيات الإسلامية، ويعمل فيها ما يعني أنه العارف برؤيتها ورسالتها ومضمونها وواقعها، ويحق له الحديث عن مستقبلها. أرحب به أجمل ترحيب وليتفضل بإلقاء محاضرته. شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في الحقيقة كنت أود أن تكون هذه ورشة، لكن سياق الاتفاق الذي تم جعلنا نختار هذا العنوان، وأنا لا أميل كثيرا إلى التنظير، ولذلك سأختصر عليكم حتى لا أجعلكم تصابون بالملل. القنوات الإسلامية الواقع والمستقبل. طبعا أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة على هذا على هذه الاستضافة. في الحقيقة التساؤلات المطروحة في هذا المجال كثيرة جدا، والنظرة إلى المستقبل تحتاج لشخص دخل في واقع هذه القنوات وعرف مداخلها. وأنا لا أزعم أن تجربتي كبيرة جدا في هذا المجال، ربما كانت 8 سنوات داخل القنوات، أنني بدأت أصلا في مجال المسرح ثم انتهيت إلى الصوت ثم إلى التلفاز، ولم أدخل في مجال السينما. فماذا نقول في القنوات الإسلامية؟ دعونا نأخذ بعض الإشارات الخفيفة، وهذه الإشارات لو بحثتم عنها حتى من داخل الإنترنت على موقع القناة التي كنت أعمل بها ربما تجدونها مكتوبة أو موجودة، لكن أذكر بها على سبيل أننا كنا نطمح دائما إلى عمل أو إنشاء أو إنتاج قناة إسلامية نموذجية. فهذه الأشياء التي أطرحها هي نموذج مأخوذ من هذه القناة، ثم لأعرج بعد ذلك على الأشياء التي أود أن أتحدث بها، وهي الموازنات والمعادلات لنجاح القناة. حتى لا يحكمنا الوقت حاولت أن أخذ بعض المعلومات. هذه المعلومات مستقاة من تقرير اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية المعروف على نايل سات وعرب سات، وهو فيه سنين كثيرة. أنا أخذت آخر
بعض سنوات، لكن أخذت 2010 فقط لمجرد النظر. عندما طبعا يعرفون القنوات الدينية، يعرفين القنوات الإسلامية بكل مذاهبها بالإضافة إلى القنوات المسيحية. في 2010 لم يكن تقريبا قنوات مسيحية كثيرة، ولذلك التعريف كان قائم على القنوات الإسلامية بكل مذاهبها. في 2014 أو في 2011 حقيقة قبل 2014 كانت قفزة من 48 قناة تكلم عن القنوات الدينية إلى 91. في 2014 95 قناة، صور تقريبا الضعف حقيقة، حتى وصلنا في 2015 كان في هبوط وصلت إلى حوالي 55 قناة، أنا لم أكتب هذا هنا. ثم في 2016 هذا آخر تقرير تحصلت عليه، ما وجدت 2017 ولا ألف ولا العام اللي نحن فيه، عددها 122 قناة. 122 قناة هاي منها حوالي على كلامهم 17 قناة مسيحية، وأنا عددتهم فوجدتهم أكثر حوالي 24 قناة مسيحية بكل مذاهبها أيضا، والباقي قنوات إسلامية تتراوح بين القنوات السنية وقنوات الشيعية. ما هي التخصص في هذه القنوات؟ هذا كله هذا سأتكلم به سريعا. قنوات عامة، ويقصد بالقناة العامة القناة الجامعة، يعني هي مخصصة ليست دينية فقط، وإنما فيها دينية وفيها أخبار وفيها وفيها إلى آخره، وغالبا حتى لا تتطرق للسياسة كثيرا. هاي نوع من الأنواع الموجودة. هناك القنوات اللي فقط قرآن كريم، ويجب أن ننظر إلى هذه، هل هي سلبية وإيجابية؟ سنتحدث عن ذلك. يعني عندما قناة تفتح في 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 بلد اسمها القرآن الكريم على نفس القمر، وقناة أخرى في تبث من بلد على نفس القمر يمكنني أن أشاهد أيضا قرآن كريم، فهناك عدد كبير من القنوات المتخصصة فقط في ترتيل القرآن الكريم. هناك في الحديث الشريف والعلوم الدينية أظن يوجد قناتان. في الفتاوى هناك قنوات إنشاد ديني يضعوها أو يضعونها ضمن تخصص القنوات الدينية، هكذا هو تصنيفهم، لا أتكلم عن تصنيفي. وضعوا في سنة من السنوات ما يسمى بالقنوات الطب البديل ضمن القنوات الدينية، ليه؟ لأنه أصحابها يتكلمون عن هذا من خلال واقع الطب النبوي وما ورد وما لم يرد في ذلك، فسموها الطب البديل. هناك قناة يمكن تتحدث عن الحج والعمرة. هناك قنوات أنا أسميها خرافية، يعني هي تتحدث عن المستقبل ولا تتكلم عن الواقع ولا عن شيء، ولعله فيها شيء بسيط قد يكون جيدا، والباقي كله خرافات حقيقة، سواء ما يتعلق بالفلكيات والأحلام وقراءة الطالع. وللأسف منتسبو هذه القناة أو الذين يتولون زمامها هم يتكلمون أيضا بصيغة الإسلام وبالدين الإسلامي وبالأحاديث وبالآيات وإلى آخره. هناك الإعلانات الترويجية. إعلانات الترويجية إعلانات شتى، ممكن يكون عن العطور وممكن يكون عن الطناجر وممكن، لكن الغريب أنه خلفيتها دينية. يعني أحيانا يتكلم عن العطور والخلفية ترتيل من القرآن الكريم أو قراءة أو إنشاد أو كذا إلى آخره، فهي أيضا الآن يمكن في 2016-15 وجدت أنه فصلوها وضعوها تحت عنوان الإعلانات الترويجية، لكن سابقا كانت ضمن القنوات الدينية للأسف. أيضا في قنوات أطفال، لكن الصبغة العامة التي تصبغها هي الدينية، فوضعت أيضا ضمن هذه القنوات. و يعني للأسف أكاد أقول أنه جزء كبير منها أو كذا يعني يحتاج إلى إعادة نظر حقيقة بشكل كبير جدا. هذا إطلالة بس فقط سريعة حتى نكون بالجو العام. ماذا يرى الناس في إيجابيات هذه القنوات؟ الإيجابيات كثيرة، أنا حاولت أبين بعض الإيجابيات التي أراها، وقد تجدوا أو قد تجدون منها إيجابيات أكثر مما ذكرت. الحالة الروحية حقيقة احنا قبل القنوات الفضائية ما كان هناك متسع لنرى غير محطاتنا وقنواتنا المحلية، يعني كل بلد عنده قناة فلا يرى إلا ما أراد له ما أرادت له الحكومة أن يرى، إنجاز التعبير، ما أريكم إلا ما أرى، فنرى فقط ما يريدون منا أن نرى، فما كان هناك اتساع حقيقة. فبدخول القناة الروحية القنوات الدينية حقيقة أو الإسلامية
عملت شيء جميل حقيقة، وهو الجانب الروحي، بمعنى أنه لأول مرة لنقول بداية أو نهاية التسعينيات بدأنا نشاهد مكة المكرمة والترتيل القرآن الكريم والبث المباشر. هذا حقيقة صنع شيء جميل حقيقة ليس عند العرب، حتى عند الغرب. وكثير من القصص التي جاءتني أن الغرب كان يتأثر بهذا المنظر للصفوف المتراصة بالحرم، وكيف يصلون وكيف يؤدون بانتظام وركوع منتظم وسجود منتظم. هذا حقيقة أعطى جو، حتى أعرف كثير من الناس، ولعل من الموجودين هنا منهم من يعني عندما ينام يضع صوت هذا القناة ويبقيه ليلا مفتوحا يعني. فهذه حقيقة خلقت حالة روحية، هذا جزء من القرآن الكريم. أيضا القضايا الأخرى فيما يخص الرقائق وموضوعات الرقائق، نحن كمسلمين من المقلين فيها على حساب الفكر والسياسة والاقتصاد، وأنا أرى أنها من الأمور يعني التي فات المسلمين فيها حظ كبير حقيقة، لأنها جانب مشرق من جانب الإسلام، بغض النظر عن الآن اتخذوه بعض بين قوسين الصوفية المنحرفة أو الغير، لا، يمكن هناك صوفية نظيفة ومتجردة وطيبة حقيقة وفيها من الرقائق الشيء. فالجانب الروحي حقيقة جانب إيجابي من الجوانب القنوات الإسلامية. تثبيت الهوية، وهذا يحسب أيضا للقنوات الإسلامية، والهوية كلها بمنظورها الثقافي بمنظورها اللغوي، وهذا مهم جدا. غالبا أو على الأغلب معظم الذين يقدمون في القنوات الدينية في الأغلب إلا بعض البرامج إنما يقدمونها باللغة العربية الفصحى أو الفصيحة على بعض الأقوال، فهذا حقيقة يثبت الهوية، يثبت تاريخنا، تتكلم عن بعض تراثنا، فهذا حقيقة تثبيت الهوية أتوقع أنه شيء مفيد. الثقافة الدينية عززت حقيقة، أنت تعرف الآن الكتاب للأسف رغم هذه المكتبة الجميلة الطيبة وأنا لازلت أميل إليها، لكن حقيقة على القنوات والفضائيات والآن الإعلام الجديد أصبح كل هذا على حساب الكتاب. فالعالم أو المفكر أو الإعلامي يستطيع أن يقدم لك من خلال حلقة ملخص لكتاب كنت ستقرأه من 300 صفحة مثلا على سبيل المثال. أنا أكرمني الله تعالى في يوم الأيام وعملنا برنامج كان من ضمنه عدد من الحلقات عن مواجهة التطرف، وسبب أننا قمنا بهذا برنامج حواري جماهيري، يعني يحضره جمهور وفي حوار بين علماء ومفكرين، فيهم الأقصى اليمين وفيهم أقصى اليسار وفيهم الشيخ العالم وفيهم الفقيه وفيهم برنامج كان لدينا اسمه المنبر الحر في 95، أزعم والله أعلم أنه كان من أوائل البرامج الجماهيرية على مستوى العالم العربي، لأن كبرامج حوارية يحضرها جمهور في القوالب البرامجية بنسميه احنا الجمهور، برامج الجمهور المشترك، يعني في الاستوديو يكون في جمهور وهذا الجمهور يشارك ويعلق، يعني له دور في البرنامج. ما كان في وقتنا الانترنت منتشر، وإلا كان وجدتم على الانترنت بعض هذه البرامج. فعملنا هذه الحلقات وقلنا السبب أننا بدأنا قلنا نريد أن نواجهه نحن كمسلمين، لا أين ينطلق المفهوم من قبل الآخرين فيعرفونه كما يشاءون. وأصبحت عندنا لغة أو مصطلح الإرهاب قضية مطاطية، يعني أن تدافع عن حقك وأن تقاوم في سبيل الله وفي سبيل الحق والدفاع عن أرضك وعرضك وشرفك كله أصبح نوع من الإرهاب، هذه كارثية. فقلنا لا، نحن نريد أن نعرف الإرهاب كما هو في قيمنا وكما هو في ثقافتنا الإسلامية، كما هو جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله كانت حلقات ناجحة، كانت القناة الوحيدة المتوفرة في ذلك الوقت الدينية هي اقرأ، قناة اقرأ، فجزاهم الله خير، بثوا البرنامج على الاي ار تي، ومن ضمن شبكة الاي ار تي كانت في قناة اقرأ، وازعم قبل سنتين لا زالوا يكررونه. يعني هذا جزء من برنامج المنبر الحر، عملنا مئات الحلقات لكن كما قلنا جزء منها كان عن الغلو. فحقيقة واجهت هذا الكلام. الآن هل المواجهة صار فيها نوع من الانحراف للطرف الثاني؟ هي قصة أخرى، لكن أنا أتحدث عن الإيجابيات. الأصل البديل، أنا لا أقول البديل لكن أقول الأصل البديل، بمعنى إحنا الأصل هو الإسلام وليس هو بديل. يعني بقول لك يا أخي إحنا نسمع أناشيد دينية على الأقل بديل على الأغاني، لا، هو المفروض هي هاي الأصل والأغاني هي البديل السيء. يعني فأنا أثبت إنه هذه القنوات كانت بديلا، صح لم يكون بديلا كاملا، لم يغطي جوانب أخرى، الدراما
ولا بين قوسين الأغنية الملتزمة ولا 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 إلى آخره. لكن في النهاية وجد بعض الناس الذين كانوا يبحثون عن أشياء معينة وجدوا بعض هذه الأشياء موجودة في القنوات الدينية. الآن في إيجابيات كثيرة، وربما حضراتكم ممكن أن أن أن, أن تقترحوا بعض الإيجابيات أو الإيجابيات الكثيرة من باب الأشياء التعليمية. سلبيات، من السلبيات التعصب المذهبي حقيقة. والتعصب المذهبي أنا لا أقصد به فقط الحرب الشعواء بين المذاهب المتفرقة أصلا بينها، وهذه عليها إشكالية كبيرة، لكن حتى حدث على مستوى المذاهب الحقيقية المعروفة. يعني لدينا، يعني حتى احنا في أهل السنة عندنا إشكالية، صار في نوع من التمذهب. يعني والشيء الغريب انه تجد من أسسوا بين قوسين او يعني كان لهم السبق في هذه المذاهب وقعدوها واطلقوها، مثلا جزء كبير منهم او الأكبر تعلموا ونشأوا في بغداد، أو كانت العراق هي حاضرة العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك أصبح ابن حنبل مثلا في بغداد حياته، المذهب الحنبلي صار في السعودية مثلا، المذهب المالكي عند المغرب العربي، وهذا ليس عيبا يعني بالمناسبة وليس خطأ، الشافعية في مصر كذا. الخطأ أن أتمحور حول مذهبي بحيث أقول أن مذهبي صح وباقي المذاهب خطأ، هنا تحدث الفرق. لأن المذاهب حقيقة في فهمنا من علمائنا حقيقة أنها أشبه بالمدارس، وهي مدارس تأخذ من معين واحد، يعني هي ليست قضايا منفصلة، بمعنى أن المذهب الحنبلي أو المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو حتى المذاهب الأكثر من ذلك، اذهب إلى الأوزاعي وغيرهم القديم، ولا مدرسة الليث بن سعد، وليست هي حقيقة كل واحد منهم هو دين جديد أبدا، ما هكذا علمونا علمائنا. لكن حدثت فترات من الزمن فعلا، قيل في مكة كان في 4 محاريب في آن واحد، هذا شيء من الغريب، لكن أقصد أنها هي عبارة عن مدارس، مثل ما في مدارس فكرية في مدارس فقهية. فلو تعاملنا بها بهذه الطريقة فهذا شيء حقيقة جيد. ولذلك أنا أحيي الجامعات الموجودة في دولنا العربية اللي في كلية الشريعة تدرس كل هذه المذاهب، وتأخذ وتقول قال الشافعي وقال ابن حنبل وقالوا، وتضيف على ذلك حقيقة في مجال الاجتهاد. فالتعصب المذهبي حقيقة لما يصل إلى درجة إلى الدرجة هذه أنا أتوقع مشكلة كبيرة حقيقة جدا. من السلبيات ارتجال الفتوى حقيقة. في البرنامج الذي ذكرت لكم عملنا حلقة ما وجدنا أو ما استطعنا أن نكفيها حقها إلا من خلال 3 حلقات، كل حلقة تقريبا 1.5 ساعة، عن الفتوى فقط حقيقة. لما للأمر هذا من نهاية؟ عندنا إشكالية، لا أتكلم عن القنوات التي فقط هي متخصصة بالفتوى، لكن قنوات الأغلب لها دائما ساحة من الفتوى، والفتوى حقيقة أمر يهم المسلمين جميلا. وتعرفون حضراتكم نفرق بين الفتوى والفقه بالمعنى العادي. يعني أنا ما أجيب على واحد سؤال، أنا هذا ظني، أقول كم عدد صلاة ركعات السنة مثلا في صلاة الظهر، أستطيع أن أجيب وأقول له مثلا 4-2 أو 4-4 حسب المذهب، هذه ليست فتوى، أنا هذا معرفتي. الفتوى تأتي دائما في القضايا التي تحتاج إلى دراسة عقل وتفكير وآخره، ثم يفتى فيها، وغالبا حتى تصل إلى القضايا الاجتهادية والكبيرة حقيقة. لكن الآن أصبحنا في ارتجال الفتوى، أنه شخص ليس أمامك ولا تعرف يسموها البادي لانجوج، لغة الجسدية التي هو يمارس عندما يسألك، ولا شخص ولا عمره ولا تدري هل هو صادق أم كاذب واو إلى آخره، ثم تفتيه على بعد مسافات هائلة من الأميال وأنت لا تعرف عنه شيئا. وتعرفون القصة المشهورة، ابن عباس رضي الله عنه كما قيل جاءه 2 يقال في نفس الجلسة، واحد يسأله الأول ماذا تقول في القاتل، هل له توبة؟ قال ليس له توبة. ثم سأله الآخر قال هل تجد؟ قال لا، نعم أجد له توبة. فاستغرب الحواء، فهو أجابه بكل وساطة، قال جاء الذي قلت له توبة فإنما قتل وانتهى، فأنا لا أريد أن يؤيسه من رحمة الله عز وجل.
وأما الذي قلت له لا توبة فرأيت في عينيه أنه يريد أن يقتل، فأنا استبطنت ذلك من في فراس ابن عباس فقلت له لا توبة حتى ما يقتل. انظر الفقه تغير في نفس المكان نفس اللحظة في قضايا حقيقة بسيطة. فارتجال الفتوى وخاصة حتى في القضايا الاجتماعية، كيف تطلق رجلا من امرأته على هواء، هذه مشكلة، هذه تحتاج أصلا إلى دساتير وقوانين في موجودة في الدولة في الأحوال الشخصية حتى يرجع لها. هذا معمول مثلا عندنا بالأردن، ما في عندنا فتوى بهذه. في النهاية ممكن يسأله، في النهاية يقول له اذهب إلى الشيخ المختص ليسمع منك سماعا بالضبط، وربما يأتي بالمرأة ويسمع منها حتى يؤكد أن هذه قضية هاي تخريب بيوت كما يقولون، ليست قضية سهلة. فكيف تفتي على الهواء مباشرة في هذه القضايا وتقول لا بأس وتوكل على الله حقيقة؟ هذه قضية. أما البرامج القضايا التعليمية كم عدد الركعات وكم عدد وماذا أصوم وأفطر، هذه قضايا تبدو ربما أشياء بسيطة. فحقيقة ارتجال الفتوى أو الفتوى الارتجالية هذه قضايا أنا أزعم أنها من السلبيات. استبعاد المرأة هذه مشكلة عليها خلاف كبير كما سنأتي في موضوع الفقه في القضائيات. المرأة بالمناسبة القناة اللي كنت أعمل فيها قناة الرسالة الجزء الأكبر من جمهورها دائما المرأة، يعني يصل إذا أردنا نصنف امرأة ورجل 55-60، وإذا أردنا نصنف شباب وامرأة ورجل يعني معنى أسرة تصل 45. فدائما هم هذا الجمهور الأكبر، ونحن في القنوات الدينية نريد أن نوصل لهن ما نريد نحن بمفهوم بطلقوا بعض الليبراليين بقول لك الذكورية والمذهب الذكوري حقيقة. هذه قضية واضحة موجودة عندنا، موضوع استبعاد المرأة. بعض القنوات لا أخذت بالفقه الموجود وأخرجت المرأة. نحن نتحدث عن المرأة، أحيانا نتحدث عن ما يتكلم به عن المرأة، معنى استبعاد موضوعات المرأة، ونتكلم عن ظهور المرأة سواء كانت ضيفة برامج، وأنا أعرف والله حتى في هذا البلد عالمات وقد قيل لي أنه في موريتانيا بعض عالمات معهن السند وحتى ذكروا لي قالوا أتعرف العالم الفلان؟ قلت نعم، قال هو تلميذ عندهم. إيه والله في موريتانيا يحفظنا ألفية ابن مالك والبخاري كاملا ومسلم والقرآن كل هذا حقيقة. فهاي نريد أن ندرس يعني إذا كان عندها المقدرة الإعلامية إنه هل يمكن استفاد أو لا. استبعاد المرأة سلبية بغض النظر، أنا سأحاول كما قلت لكم أن أختصر لأن الكلام كثير بث الخرافات، وذكرت لكم بعض القضايا. في يوم الأيام اقترح علينا في القناة أنه في برامج عليها طلب، بمعنى ممكن بتعرف كثير من القنوات تستفيد من الاتصالات الهاتفية، وهذا عليه كلام حتى عند العلماء، قالوا إذا كان في المسابقات في مشكلة وإذا كان لا اتصال عادي فليدفعوا، ما أدري القضية. لكن بغض النظر تجلب نقودا كثيرة كما يقولون، اتصالات مجال الأحلام وتفسيرها والفلك والقضايا الطب الشعبي وكذا الآخرية. فوجدنا أنه هذه أشياء تحكي عن أحلام، ونحن لا نريد أحلام، نحن نريد واقع حقيقة، فاستبعدناها. فبث الخرافات لا زال موجود بأسماء، صح عند قوم غير عند قوم آخرين، لكن هذا موجود. التغافل عن الواقع من إشكاليات القنوات الإسلامية أنها ذهبت إلى الوراء، والوراء فيه خير كبير حقيقة. لكن أنا والله عجبتني مقولة جميلة حقيقة قالها الملك حسين رحمة الله عليه، قالها في هذا البلد، قال لا نريد أن نرجع إلى الإسلام إنما نريد أن نتقدم إليه، نريد أن نتقدم. وحقيقة كلمة جميلة أنا في نظري، لأنه هو جعل الإسلام حقيقة شيء عظيم وكبير ومستقبل. فالتغافل حقيقة عن الواقع تغافل مزعج، بحيث أنه نذهب إحنا إلى الماضي إذا أخذناه يجب أن نجعله يرتكز على واقعنا ونستفيد منه، لا نتقوقع بكلام فقط. ولذلك معظم القنوات أخذت الجانب الأيسر، ويأخذ مقطع من سيرة ابن هشام ويقرأه لنا كما هو على الشاشة، ويأتي إلى جانب في الأحاديث الشريفة ويقرأ لنا، وهذا حقيقة في خير. لكن أن يكون كله هكذا أظن فيه مشكلة، يجب التعامل مع مشكلات الواقع، والواقع في مشاكل ومشكلات كثيرة. واقع سياسي كان مزعج احنا كعرب ومسلمين، الواقع الاقتصادي سيء، والتكنولوجيا مهمة جدا، وكل هذا انا في نظري
يجعل من تعريفنا للقنوات الدينية أنها تتعلق بالدين وبالفقه، وهذه كارثة، أنه ربنا بيقول إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام يعني تكنولوجيا وفكر وثقافة وكل شيء حقيقة، لكن من منظور أطر التي حددها لنا رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد الصحيح حقيقة. فالتغافل عن الواقع سلبية من السلبيات. التزاحم الفضائي سلبية رئيسية من المشكلات القنوات، أنها كثيرة، والسبب في كثرتها حقيقة سنتعرض لبعض القضايا مثل عدم الاستقلالية، وأنها هي يعني تتحدث عن مالكها، وكثير من القنوات كانت مجموعة أشخاص يتولون قناة فتفرقوا فأصبحت مجموعة قنوات حقيقة. وربما الأمة لو فكرت فيها أفضل لن تحتاج إلى هذا الزخم الفضائي المكرر، وسنتحدث عنه ربما بعد قليل حقيقة. فكثرتها لحد ذاتها سلبية، يعني لماذا نحن نحتاج إلى قناة وقناة وقناة وكلهم وكلها تتحدث بنفس الموضوع. النجم الخطيب، في من يقدمون المصطلح النجم يطلق على أي شخص عند الغرب التالنت الذي يظهر على أمام الكاميرا، سواء كان ممثلا ولا كان مقدم برامج ولا كان يلقي، هذا نسميه النجم. مشكلتنا أن كثير من القنوات في كثير من برامجها نقلت لنا الواقع من منبر في المسجد إلى وضع منبر في داخل الاستوديو حقيقة. فظهر عندنا ما يسمى بالبرامج الإذاعية التلفزيونية أو البرامج الإذاعية، يعني البرامج اللي أنت تكتفي أن تستمعها بالأذن ووكفي، ما في داعي تسمعها ولا ترى صورة حقيقة. فالقضية الأخرى اللي هو تعامل النجم، التعامل الخطابي، تحدث عن الوسيلة ويظن الميكروفون حساس جدا، نحن ندرس مجال التدريب الصوتي حساس يعني، وبعض الميكروفونات يلتقط بطريقة ذكية جدا، فما في داعي للصراخ ولا استخدم اللغة الجسد عندك، لكن الإعلام له فنون وله أداء، وسنتحدث أيضا بالتفصيل. فالنجم الخطيب نقلته إلى الجمهور الثابت، والجمهور الثابت عندنا حقيقة مشكلة أيضا سنتحدث عنها كما سويت في الموازنات، لكن مشكلة أنه هل سألت نفس هذه القناة أنه جمهورها يزيد أم ينقص، ومن هو جمهورها؟ هل أنا فعلا كقناة إسلامية أريد جمهوري أن يكون هو الملتزم؟ فماذا صنعت إذا كان جمهوري فقط الملتزم؟ إذا لم أزد على هذا الجمهور من الجمهور الآخر، بين قوسين لا أحب والله كلمة الآخر، لكن إذا أردت أن أزيد عليه من هذا الجمهور، وإلا أين أصبحت أنا الآن إذا كان جمهوري بقي كما هو، أو بقيت أنا أخاطب نفسي، يعني أنا أخاطب شخص يصلي أن يصلي، كيف؟ ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا أعرف تفسير هذه الآية الأصلي، لكن أحببت أن أقول إنه ربنا سبحان الله بدأ بالسمع، وفي تفسير هيك لطيف للشعراوي يقول إنه في الآيات كلها دائما ذكر السمع قبل البصر، قال لأن السمع حتى يولد مع الإنسان لكن يتأخر البصر قليلا، هاي من زاوية من الزوايا. قضية أخرى قال جمعت الأبصار وأفرد السمع، إلا في هذه الآية دائما السمع والأبصار والأفئدة، وقال إلا هذه، لأنه هاي تتحدث عن مسؤولية، والمسؤولية في السمع والبصر فردية وليست إنجاز جبيعي. وأكثر من ذلك إنه البصر متعدد لكن السمع واحد، بمعنى أنت تسمع قضية واحدة الكل يسمعها بنفس الطريقة، اللي جالس هنا واللي بالخلف واللي مغمض عينيه، لكن البصر ما لم تبصر وترى بنفسك، وحتى لو ترى منظرون مختلف. ولذلك في الكاميرات التلفزيونية معمول عند الإخوة المصورين يستخدموا في الأغلب ثلاث كاميرات من زوايا متعددة، بحيث ما تقاطع الإكس أو المحور الأكس، يعني تكون متناقضة بمعنى آخر، يعني في مباراة أنت لما تعرض كاميرا من اليمين الشمال بصير الفريق اليمين شمال وشمال على اليمين إذا أنت عرضت من الكاميرتين، لكن بيعرضوا من ثلاث كاميرات، الثلاث كاميرات هاي بتحدد للإطار، أرى من منظور أنا مختلف. يعني على سبيل المثال أنا إذا هذا اللابتوب أخذت له الكاميرا من هنا حيشوف فحادة، والكاميرا من هنا حيشوف هنا، الكاميرا من هنا حتشوف اللابتوب بشكل آخر،
اللي هو ظهره، الكاميرا من هنا حتاخذ شكل. وهذا يمكن بعض التفسيرات اللي جاءت في موضوع التكرار القصصي في القرآن الكريم، لما قصة موسى مرة تكلم على أنها شعلة وأتيكم منها بقبس، ومرة تكلم على أنها نار، قالوا يعني غير أقواله يعني، أو في الآيات القرآنية تغيرت مرة قبس مرة نار كذا. لا، هو منظور، هو منظور لما يراها من هذه الزاوية هي نار، المنظور هناك كان عن بعد مسافة يراها شعلة، المنظور هناك يراها قبس، والله أعلم. أنا لا أريد أن ننظر في هذا المجال، لكن أريد أن أقول البصر غير غير السمع، وهذه تحتاج منا إلى مسؤولية. هذه النماذج الأهداف أخذتها أنا من القناة اللي كنت أعمل فيها كقناة، كنا نحب أن تكون نموذجية. قالوا أهدافنا نريد أن نغير بعض أو نعمل بعض أهداف. من الأهداف سأقرأها سريعا: تغيير المبادئ الخاطئة، الأفكار، الهوية، القناعات، القيم، التفكير المنطقي. هذه إحنا بحاجة بعد هذا الزمن من الاستبداد الاستعماري وما لحقه من استبداد فكري ومن دهول التغريب وإلى آخره، نحتاج حقيقة إلى تغيير. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا مجال للقنوات أن تقوم حقيقة بمفهوم التغيير. هاي التغيير هذا صعب ولا سهل؟ يا أخوان أنا جربته في بداية حياتي المتواضعة، لا أريد أن أنقل من قصص آخرين، لكن رأيت بنفسي أشياء سأحدثكم بس بعض القصص من باب اللطافة والكوميديا حتى ما أجعل السرد مملا. حقيقة أكرمنا الله في البداية في أيام الجامعة الأردنية، وأنشأنا بين قوسين ما يسمى بالمسرح الإسلامي. مسرح إسلامي كان له يمكن 6 أو 7 مسرحيات حقيقة، لكن في وقتها على بعض الناقدين في الأردن هم أسموه العصر الذهبي في المسرح الأردني حقيقة، لعدد الحضور الكثيف الذي لم يسبق من قبل حقيقة، وللجوانب المسرحية التي قدمت لها. أنا بس فقط أريد أن أذكر مسرحية عندنا، كان مسرحية اسمها نور السلطان، هاي تتحدث عن موضوع عن القضية الفلسطينية، وتبدأ بمشاهد بسيطة، مشهدين للسلطان عبد الحميد ومفاوضاته مع هرتزل لما أراد أن يأخذ فلسطين، وتحدي عبد الحميد له لما قال إن عمل المبضع في جسدي أهون علي من أن أسلمكم قطعة من فلسطين، هذه أخذت بالدم ولا ترجع بالدم، القصة المعروفة حقيقة. في نور السلطان أنا أذكر هذه القصة كثيرا، كان هناك مجموعة من البنات الصبايا في الجامعة، من الصبايا غير المحجبات العاديات كذا، وكانوا يسببنا فتنة حتى يعني في الجامعة في ذاك الوقت، تصرف صعب وغريب أو إلى آخره. فلما عملنا المسرحية كان في اقتراح من بعض الشباب نريد أن ندعوهن لحضور هذه المسرحية. الناس في ذاك الوقت يأخذوا فكرة أنه ماذا يستطيع المسلمون أن يقدموا، كانت مسرحية أكيد دينية، وشيخ الآن بقرأ قرآن وبعديها حديث نبوي وبعديها ابتهالات وبعديها ما أعرف أنه مسرحية وفي أداء ولا يدرون أن المسلم حقيقة عندما يقوم بمثل هذه الأداء إذا أراد وتدرب على ذلك ومشيئة الله عز وجل يطبق المفهوم، بقول عنا النائحة الثكلة ليس كالمستأجرة حقيقة، وأنه يكون ثكلة بحيث أنه قد لا يحتاج أحيانا إلى تدريب ليقدم ما عنده. المسرحية كانت قوية، وجدت عرضة كثير يعني في على مستوى الأردن من شمالي إلى جنوبي، وحضرها عدد كبير من الآلاف، وإن كان بدأت في الجامعة الأردنية. فقلنا ارسلوا لهم ولمن تراه على يعني مثل مؤلفة قلوبهم بين قوسين يعني، فأرسل لهم بطاقات شرف، هاي البطاقة بس هي بطاقة بيضاء ليست بثمن، وإنما يعني هي مجرد كرام، ويجلسوا في الصف الأول وكذا إلى آخره، فحضروها. ومرت الأيام بعدها في فترة وجيزة، هذه قصة معروفة، وإذا البنات تحولنا وانقلبنا نهائيا، فإذا أراد الله عز وجل البنات المحجبات المنتزمات المحترمات المقدرات، حتى وصلنا بنا الأمر يأتي شاب يريد أن يتخرج، احنا كنا وقتها لسه لم نتخرج يعني كان وقت، فيأتي شاب يريد أن يخطب، والله أريد أن أبحث، قلنا عليك ببنات نور السلطان، عليك بالبنت فلانية وفلانية وفلانية حقيقة. هذا بس مثال أنا أضربه بسيط،
صح المسرح تأثيره غير، لأنه تأثير مباشر على الخشبة وكذا وإلى آخره، لكن يقاس عليه الإعلام في الإبداع ممكن في مجالات أخرى. التقيت في بعض أشخاص في القاهرة كان يغني ولا يغني إلا وأمامه الراقصة، لا يغني مطرب يعني، لا يغني إلا مع الراقصة. ودخلت أنا وياه أحد الفنادق فيما بعد، فاستقبلوه استقفالا حافلا وكلهم يسألوا في لك أن وصل اليوم ومتى وأي ساعة، ورجعت للموضوع. هذا الرجل تاب توبة عظيمة، قال لهم لا أنا بطلت هذا الكلام وأنهيته من زمان، تاب من سماعي صوت أثر بي، من سماعي صوت. وفي الجهاد في فلسطين قالوا لنا كثيرا اللي كان يأتون من غاد كيف كانت هذه في نشأة الثورة الفلسطينية الحديثة يمكن في 87، كيف أثرت بهم ألحان المقاومة والجهاد وكل هذه الأمور بشكل كبير جدا، وكانت تعزز ما لديهم من ثقة، وأحسوا بأن المجتمع الذي حولهم سواء كان في الأردن أو في باقي البلاد يعزز حقيقة صمودهم. احنا ليس هذا وقتم، أنتم أدرى مني لأحدث عن أمثلة كثيرة كيف أثرت في تغيير المبادئ والهاي، لكن هذا حقيقة من الأهداف اللي وضعناها كان في القناة، وضعت حقيقة ترشيد الاهتمامات من ضمنها الثقافة والقراءة، الفن، الجمال، الرياضة، التربية، كله هذه المفروض القنوات أن تساعد في تغييرها. تنمية المهارات، مهارات كثيرة، مهارات إدارية ومهارات فنية ومهارات اجتماعية إلى آخره، هذا دور من أدوار حتى نقول القنوات ليست دينية بالمفهوم الديني الضيق، إنما هي دينية بالمفهوم الأكبر حقيقة. تطوير العلاقات أيضا من الأهداف كانت وأنتم تعرفوها. ما هذا كله أنا أحببت أن يكون مقدمة سريعة، أنا أحببت أن أذكر المعادلات لأنه هذه المعادلات هي التي تتحدث حقيقة عن المستقبل، قبل أن آتي أيضا للتحديات، وإن كانت هذه حقيقة تحديات، وإن كنا قبل قليل تحدثنا عن بعض هذه الموازنات. في مؤتمر المؤتمرات قدمت كثير من القنوات الدينية برامجها وقالت ماذا فعلنا، وقدمنا ورقتنا في ذلك الوقت وقلنا ماذا نريد، وهذا فرق حقيقة كبير جدا. أول شيء قلنا في موضوع الهوية توازن بين الفقه والفن، وهذا حقيقة أمر يعني من المهم جدا دائما النظر. أنا قبل قليل استخدمت مصطلح أرجو أن يعذرني فيه الإخوة خاصة اللي في هذا المجال، قلت في نوع من التغول الفقهي، وأنا لا أقصد في التغول الفقهي أنه يعني لازم أنت تسير حسب مزاجي ولا حسب مزاج فلان أو هناك في أطر معينة وفي محددات، في ضوابط قرآنية، في ضوابط حديث، وفي ضوابط اجتهاد علماء، لكن نسينا في مجمل حديثنا، وهذا على فكرة في بعض البلاد أكثر من غيره، أنه أصبح الفقه هو يعني الدين، بمعنى أنه هو الأساس، ما إن كان أنه في أعلى منه مراتب حقيقة. والإسلام كما تعلمون على في الإعلام وضح في الحديث جبريل القصة المعروفة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، إحنا وين مرتبة الإحسان؟ هذه المرتبة حقيقة التي يجب أن نبحث فيها، وهي مرتبة المناسبة والله أعلم لا تخصنا نحن المسلمين، وإنما تخص كل الإنسانية حقيقة، مرتبة القيم هذه. عندما تكون القناة في أطر بحثها في توازنها، تبحث دائما عن فضائل الإحسان حقيقة وأنها تنشر القيم، فلا شك أن الفقه سيوظف لهذه، لكن ليس الإحسان والأخلاق هي اللي بتوظف الفقه، يعني الفقه يوظف لأنه أنا في النهاية أريد لما أقول له يجب أن تزكي نفسك وتطهر نفسك، معروف كل حتى العبادات، كل العبادات جاءت لي لقضايا مربوطة بالأخلاق، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم من لم ينهه صومه عن كلام الزور فلا صوم له كما قال عليه الصلاة والسلام، الحج فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، كل الأركان حقيقة هي تتحدث عن منظور أخلاقي، ليس المنظور. ولذلك قالوا الفقه متغير، صح في ثوابت توحيدية وفي ثوابت اللي هي أنا أسميها الرؤوس الرئيسية للفقه، هذه ما فيش كلام، فيش في الفقه في قضايا العقيدة تفصيل، وإن كان في مذاهب عقدية، لكن أنا أتحدث أن الفقه لما يتغول
على الزمان حتى والمكان. وانتم تعرفون يعني قصص كثيرة، ابن حنبل أو الشافعي كما قيل غير فقهه عندما تغير الزمان معه من مصر إلى أماكن أخرى، وابن حنبل كذلك لما سئل في موضوع أظن موضوع الطهارة لما زار مدينة وناس النظافة متوفرة عندهم ولا إلى آخره. غير لما تزور أنت، إحنا عشنا في مناطق فلاحية، أجرك الله الكائنات الحية تعيش في نفس المكان والروث أجلكم الله وكذا إلى آخره. فتقول لشخص كل ما يتوضأ الثوب هذا ظل غسله ولازم يكون ما بتوفي معه، ما عنده إلا هو هالثوب أصلا. فهذه حقيقة الأخذ بالزمان. فالفقه يجب أن يناظر هذه القضايا. أكثر إشكاليات واجهت الفقه من منظور عملي، أنا أتحدث الآن في القنوات، هي موضوع الموسيقى وموضوع المرأة. هاي يمكن أكثر قضيتين، في قضايا قد تبدو بسيطة وهي صار عليها حقيقة إشكالية كبرى. وتقسمت القنوات بين من أباح ذلك ورأت أنه أمر طبيعي فأظهرت المرأة كما أسلفنا، وجعلت حظ الموسيقى وأظهرته بطريقة معينة، وضعت ضوابط. يعني أنا أعرف في قناة الرسالة مثلا ما عندهم مشكلة في الموسيقى، ما عندهم مشكلة كان في ظهور المرأة، لكن ضمن ضوابط. يعني قناة الرسالة ظهور المرأة كان بالحجاب، لكن سمحوا بالذات في اللواتي يقدمنا البرامج، لكن سمحت للضيفات يعني ليستضاف يعني برنامج فيه ضيوف بظهور المرأة غير المحجبة لكن محتشمة، احنا نسميها بمعنى انه ليس فقط يعني ممكن الشعر ظاهر لكن الجسم نفسه مكتمل إنجاز التعبير، والكوادر التي تؤخذ للشاشة تؤخذ على هذا المساف ومسافات معينة بتعرفوا في لقطة متوسطة وفي لقطة كلوز أب قريبة جدا وفي أقرب وفي إلى آخره وفي لقطة البعيدة إلى، فهذه حددها المخرج وحددها القضايا. بعض القنوات قالت لا يوجد، وبعض القنوات قالت نأخذ وسط، أخذت الصوت دون الصورة، ولذلك تسمح بالهواتف أنه يتصل المرأة لكن لا تسمح. أنا أتوقع على الفقهاء أن يمارسوا حقيقة علمهم في هذه القضية وحلها بأسرع وقت لأنها تسبب ظاهرة وإشكالية. سأكتفي في هذا في موضوع الهوية. العلاقة التوازنية الأخرى في العاملين والعاملين عليها، أقصد في العاملين الكرو، لأنه إحنا بنفرق في هذه الكرو، الفريق الإنتاجي الذي يعمل في هذه القناة. الفريق الإنتاجي حقيقة بين الاحترافي وبين الالتزام. أنا أعرف بعض قنوات أخذت بعض ناس يعملون فيها ليس لهم لا دخل من بعيد ولا من قريب إلا في أنهم زكوه أنه رجل فاضل حقيقة. وفي عندنا قنوات ما أخذوا فقط في الأيديولوجية نسميها، أخذوا بالاحتراف هذا محترف وكذا إلى آخره، لكن في نفس الوقت سيء من باب الالتزام. صحيح بعض المهن لا تحتاج أيديولوجية، يعني بكيف معنى بقول لك الممثل أنطوني كوين مثل دور عمر المختار ومثل دور حمزة بن عبد المطلب في فيلم الرسالة، وكان هو مؤطر ضمن الإخراج والإنتاج والكتابة، فهو ممثل وذاك يسموه أداة، يعني أنا بشتريك في فلوسي كويس. كلما وصلنا لدرجة أنه في تآلف بين هؤلاء الذين يعملون وبين الالتزام شيء عظيم. وإلا ففي بعض مهن لازم يكون فيها التزام، وبعض مهن ممكن نتغاضى، ممكن يعمل فيها إنسان لا يحمل فكري. قد تسأل مثلا المخرج، لا المخرج لازم يكون ملتزم. كيف بمعنى ملتزم؟ يعني يحمل فكري، وإلا سيقدم النص، لأنه هو في النهاية المسؤول عن الكاميرا، وهو المسؤول يخاطب الناس ويقدم لهم هذه الصورة. الصورة كانت على ورق موجودة نص سكريبت، هذا عندما يكون نص درامي مسلسل أو كان برنامج يستطيع من خلال الكاميرا أن يعكس ما لم ترد قوله، معكوس تماما. أنا بضرب أمثلة كثيرة، أنا لو أردت أصور المشهد اللي في مخيلتنا دائما لمسلسل أو لمشهد تعذيب أمية بن خلف لبلال بن رباح، مشهد كنا نذكره وبجلد على الصخر، وأحد القصة اللي حتى تعلمناها منذ صغر، يأتي مخرج ويصور اللقطة من فوق، اللقطة من فوق بتجيب المشهد أو خلنا نسميها المتوسطة، تأتي بمشهد الشخص الذي يعذب اللي هو أمية عظيم وكبير وبلال مسكين بتعذب وذليل وإلى آخره، ويأتي شخص آخر يقول لك لا أنا لا أظهر بلال ذليلا،
أنا أخذ اللقطة قريبة منه بحيث أضع هذا الجسد جسد ضخم والقزم هو اللي بعذبه. شوف مشهد واحد حقيقة. وكثير من المشاهد قص عليها أستطيع أن أصورها بطريقة تظهر عظمتها لأني أخذت النص بفهمي أنا. ولذلك في مخرج صديق لنا كان الله يسأل عليه كان يقول أنا لو عملت مسلسل عنتر لا أظهره كما يقول أنا لا أرى عنتر عضلات. قال أنتوا تخيلتوهم يعني الرجل قال لا أنا أتوقع عنتر كان يحارب بعقله يعني ويصمد ويصبر. وذاك يقال هو القائل لما سألوا عن صبره قال يعني لو عضني وعضته يعني لو لم يفلته لفلت أنا. بمعنى هو صبر ساعة هي الفكرة صبر ساعة. قال أنا حأتي به شخص عادي لكنه مصر على أفكاري وإرادتي حقيقة. فنحن بين الاحتراف والاحتراف هاي قصة تتعلق بإدارة القناة ابتداء. معقول استلام إدارة القناة يكون شخص مثلا لازم يكون على اطلاع بمصطلحات القناة عارف معنى فيديو وعارف معنى كاميرا وعارف معنى لقطات وعارف معنى منتج وعارف معنى بث وعارف معنى ساتلايت هذه حقيقة ويعرف كيف يديرها وأدوارها في الإنتاج وكذا الآخر. وتنتهي بالفريق الذي يصور يجب أن يكون محترفا في التصوير. ما ينفع الآن في عصرنا الآن ليس خارج عنا في عنا كان كنا نصور زمان في شريط اسمه يوماتيك هلا لو حطيته على الشاشة يظهر مش مبين أسود وأبيض من كثر اللي تغير. يمكن بعض قنوات لا زالت تستخدمه. وبعدين أجى عنا نوع من البث أشرطة اسمها بيتاكام وبعدين بيتاكام اس بي وبعدين تطورت الأمور عندنا وصار ال اتش دي الهاي ديفينشن الكاميرا وبعدين الآن 4D اللي حتى الآن بعض قنوات قليلة العرب حتى ما عندهم قنوات 4D حسب علمي كل القنوات اتش دي في أو جزء منها اتش دي حتى بعضهم على القنوات القديمة. يعني تصبح حتى الآن المكياج بين قوسين الذي يضعه الرجل أو المرأة لغايات فنية يظهر بأدق التفاصيل على الكاميرا. ولذلك على الميكير اللي بيعمل هاي أن يكون عنده قدرة بحيث ما يظهر هذه العيوب لأنه في الاتش دي والفور دي فضيحة للشخص يظهر على الشاشة فضيحة بكل معنى الكلمة يعني المسامات تظهر. فهذا احنا بعصر هذا الاحتراف في مجال الإنتاجي والإخراجي والمونتاج اللي هو تحرير الصورة الجرافيكس الانيميشن المرسوم المتحركة كرتون إلى آخره موشن جرافيك كثير مصطلحات حقيقة بحاجة أن يكون فيها نوع من الاحتراف ليس موهبة فقط احتراف. الاحتراف في موهبة ويضاف إليها نوع من التدريب الفعال المستمر ويخرج عندنا محترف. والالتزام هذه تنطبق عليها قول الله تعالى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه والله أعلم معادلة الموضوعية كما جاء في قصة أيضا يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن مصر إني حفيظ عليم قوي أمين حفيظ عليم. الأمانة اللي هي عن الثقة والنزاهة وبعد عن الفساد في نية صالحة إخلاص الله عز وجل والقوة الإدارة والحزم وإلى آخره. هذه أتوقع بموضوع العمل. الموازنة الثالثة النجوم اللي أطلقنا عليهم النجوم حتى نفرق بين الفريق بغض النظر التسمية. حقيقة أنا في النجوم في آيتين في القرآن الكريم ربما تفسيرهم يختلف قليلا لكن هيك بيجعل عندي تذكار لما أذكر كلمة النجوم. في والنجم إذا هوى وفي آية وبالنجم هم يهتدون. نحن لا نريد أن نكون مع النجم الهاوية إنما نريد مع النجم الذي نهتدي به حقيقة. والنجوم عندنا مشكلة كبيرة عندنا مشكلة في احترافهم. ولذلك والله أريد الشيخ الفلاني أن نعمل له برنامج على القناة الفلانية. يا أخي ماشي شيخ ما شاء الله متكلم وفصيح ووجهه كمان على الكاميرا حلو فوتوجينيك احنا بنسميه ولطيف ووسيم كذا بس والله يا أخي مش إعلامي هذا. طب يعمل له دورة إعلامية هل يستطيع هل كذا إلى آخره ما ينفع. أو تجيب أنت فنان لغاية تسويق القناة ولكن هو لا يفهم ألف باء في الدين. يعني في برامج مسابقات رأيتها مسابقات إسلامية قدمها شخص جبل أحد بدل جبل أحد مثلا عادي وهو لا يعرف أبو جهل من أبو لهب من الصحابة ما يعرف يعني كلهم عندهم بجوز أبو لهب لأنها ذكرت مثلا لو قلت له إشابة من المغيرة رضي الله عنه عادي ما عنده مشكلة. فهذه كمان إشكالية نريده أن يكون مثقفا على الأقل الثقافة الإسلامية العامة في كل مناحي الحياة ويكون محترفا. وفي مقولة
أظن أنه قالها الغزالي، الغزالي محمد المعاصر رحمة الله عليه، قال: نريد من الفنانين أن يتدينوا ومن المتدينين أن يتفننوا. يعني تفنن المتدين وتدين المتفنن، حقيقة هذه مهمة جدا. الوسيلة بين الشكل والمضمون، الغلب في القنوات الدينية هو المضمون. نريد أن نتحدث عن موضوع هام جدا يهم الأمة ولم نتحدث عن موضوع الشكل، الشكل يعني القالب الفني. يعني هذا البرنامج الذي أمامي أريد أن أتحدث عن الجهاد، هل أفضل له أن أطرحه من خلال مسلسل ولا أطرحه من خلال برنامج حواري بسيط بين شخص وضيف، ولا أطرحه من خلال برنامج فيه أكثر من شخص، ولا أطرحه من خلال برنامج وثائقي، ولا أعمل فيه فيلم كرتون أنيميشن، ولا أعمل فيه تقرير تلفزيوني، ولا أعمل فيه كثير من الأشكال والقالب الفنية، يمكن 20 قالب مختلفة. هذه مهمة، مهمة حتى أطرحها. والشكل مهم يا أخوان للإبهار البصري على الشاشة. إذا القناة ما فيها إبهار بصري، الناس ما يريد أن يرى فقط شيخ ويلقي كلامه، في إبداع، في خاصة نسموها عن الايدنتيتي، الهوية تاعت القناة، الشعارات، البيجز كيف تنقل، تشاهدون غدا، التنويهات التلفزيونية، هاي البروموس، هذه كلها مهمة جدا. المستهدف التوازن بين الفرد والمجتمع. أقول لك عندما تتحدث لشخص في مجال الصوت بالذات، إذا كنت لو تخاطب 100 مليون شخص، تخيل فيهم شخصا واحدا واختاره في تخيلك وخاطبه، ما تفكرك بخاطب أنت المليون. المسافة بينك وبين الجمهور كم؟ لو فرضنا أنت بتبث من لندن والمشاهد في عمان، المسافة بينك وبين فقط 3 أمتار، اللي هي المسافة بينك وبين شاشة التلفزيون، صح؟ فهذه يجب أن تتخيلها. فيجب أن نوازن بين ما يحقق الأمة للأمة وبين الخطاب الموجه للنخبة أو الشرائح. والشرائح يا أخواننا مختلفة. أكثر شيء أنا تعبت فيه في تفصيله الجمهور. الجمهور شرائح حقيقة. في شريحة المرأة لها برامج لوحدها، وفي شريحة الأسرة ككل لها برامج، والرجل له برامج، والشباب لهم، والأطفال لهم، والعام لهم. الآن الشريحة في لها مستويات، هذا ثقافي، هذا دارس، هذا متعلم، هذا غير متعلم، كذا. في مناطقية، هذا بيئة ساكن في منطقة ما عمرهم سمعوا عن الخرز الزرقاء ولا الحجاب، تتكلم عنهم الحجاب أقصد فيه اللي بتحجبوا فيه. وفي ناس لا يحتاجون إلى هذه القضية، يجب أن تعرف. حدثني أستاذنا قبل قليل بقول بعض مناطق في العراق تختلف كلمات عن كلمات ولهجة عن لهجة، فيجب يكون ذكي الذي يريد أن يخاطب هذا الجمهور. سأكتفي بذلك الكلام كثير حقيقة. قضايا تحت المجهر سأعرج عليها فقط من الكلام. الرؤية الاستراتيجية مهمة للقناة، وهي قصة طويلة، يعني أنا بسميها قضايا تحدي. أنهينا الموازنات، تخطيط البرامجي، مغلب أغلب القنوات اللي أنا اطلعت عليها للأسف ما في تخطيط برامجي. بيجيهم برنامج حطه على البث، متى نبثه؟ الساعة 4. يا أخي غير مناسب هذا للجماعة 4، بكونوا في الدوام. أو هذا غير مناسب الساعة 10، للعشرة للمرأة أنسب لأنها بتكون في البيت. هذا غير مناسب للأطفال، بكونوا في المدرسة. توكل على الله، يعني محرقة، بس نريد أن نبث. هذا حقيقة كارث. فالتخطيط البرامجي، طبعا تخطيط البرامجي قصة طويلة، كيف نعمل الدورة البرامجية وكيف نضع البرامج والحلقات، يعطى فيه دورات منفصلة. الإخوة الأعداء، أنا بقصد الإخوة الأعداء القنوات الإسلامية، التنافس المر بينها، تكرار كما تحدثنا، كلهم يبثوا. تكرار في النجوم، نفس الشيخ ناتي على كل القنوات، نفس الموضوع على كل القنوات. التنافس بيننا وبينهم، مع أنه التصالح جميل لو تصالحت القنوات، وهل 40 ولا 50 قناة ولا أكثر ولا أقل تحولت إلى بس فقط 4 قنوات 5 قنوات، وتخصصت كل واحدة، هذه في الدراما الملتزمة، هذه في الحوار الملتزم، هذه في البرامج الوثائقية الملتزمة إلى آخره، لفعلت الشيء الكبير. زائد اجتماع هذه القنوات يحفز على إنتاج البرامج الكبرى التي لا تستطيع قناة وحدها أن تنتجها. يعني نقول لك مسلسل يكلف 500,000 مليونين كذا، مجموعة قنوات ممكن أن تنتجه، لكن قناة واحدة لا تستطيع. هاي قضايا حقيقة مهمة جدا. بناء الولاء، الولاء للقناة يا أخوان يبنى بتفاصيل كثيرة، منها استكشاف القناة يحتاج إلى ثواني، والانتباه يحتاج إلى دقائق، والارتباط يحتاج إلى الساعات، والولاء سنوات. صناعة النجوم، تحدثنا عن مشكلاتنا في صناعة النجوم، فن الصورة يجب أن
أفهم أنا ماذا تعني التلفزيون. التلفزيون غير الإذاعة، غير المسرح، غير السينما. هو التلفزيون يريك ما أراد المخرج أن تراه فقط. ولذلك اللقطة جاب لك إياها هون في حواليها إشي، في إشي بسموه عنا الفي آر، الآن طلع جديد الفي آر، بتشوف كل اللي حواليك 360. هذا مو في آر، هذا عندك كادر اللي هو مستطيل احنا بنسميه في الشاشة، أنت ترى ما صوره لك المخرج. ولذلك المخرج مسيطر، بنسميه احنا دكتاتور حقيقة. الحديث طبعا عنها يطول. التفاعلية، يجب أن تتحول القنوات التفاعلية، تستمع من الآخرين وتحدث. الناس تريد أن تفضفض عن نفسها وتسأل، ليس فقط في الارتجالات في ارتجالات الفتوى، وإنما في كل البرامجنا، تحسين السلوك والأخلاق والتربية. ويعني قالوا لي علم النفس الإسلامي لم يدخل إلا قريبا في 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 الدروس التي تدرس في الجامعات للأسف الشديد حقيقة. والاستقلالية، مشكلة تواجه القنوات إنه الإدارة تتدخل في كل شيء. لو كان قمة الجمال في البرنامج بيدخل المدير بيخرب كل البرنامج، أو العكس، لا لا أنا أريد الضيف الفلاني، يا عمي ما بعرف يحكي فنيا غير مناسب على الشاشة، لا أنا أريده. جزاكم الله خير، السلام والله عليكم. في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ هاشم كفاوين على هذه المحاضرة وهذه السياحة الجميلة في القنوات الفضائية، والشكر موصول لكم أعزائي الحضور، آملا أن ألقاكم في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.